الخلاصة اللي أنا عايز أقولها في تجربتنا مع الكوفيد اللي أنا بقول عليه في بداية الكلام، إن هو قد تكون محنة، ولكن المحنة دي ممكن تتولد منها منح كثيرة جدا جدا. وأتصور إن في قوة دفع هائلة تشكلت في مجال البحث العلمي وفي مجال التعامل مع اللقاحات والمنظومات الصحية، اللي هي بشكل أو بآخر كان اختبار شديد لها الجائحة في العالم كله. نتبادل الخبرات، نتبادل الرؤى في ازاي نحن ننظم ونطور منظوماتنا الصحية عشان تكون أكثر فاعلية في التعامل مع مثل هذه الأزمات. دي أنا عايز أقول دي التجربة المصرية، وأتصور أن كل دولة بيبقى لها خصوصية في مسارها والتعامل مع الـ مثل هذه الأزمات طبقا لعوامل واعتبارات أتصور أنها بتمثل خصوصية لكل دولة من الدول مع إطار عام بيجمعنا بالكامل. في النهاية أنا عايز أقول لكم على حاجة، أنا دايما أبص على موضوع الفيروس وأقول وكأنه يعني بيرسل لنا رسالة يقول أيها البشر انتبهوا، أنتم لستم قادرين على تحدينا. شكرا جزيلا.